بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، نستكمل خواطر التدبر في سورة سيدنا يوسف. طبعا هدف هذه السلسلة ليس التفسير الحرفي، فقط أن نستنبط بعض الحكمة من آيات القرآن، الحكمة الخفية، هذه الطاقة، طاقة الحكمة والعلم والشفاء الموجودة في القرآن. نحاول أن نستخلص بعض الأشياء التي تهمنا في حياتنا. سيدنا يوسف، توقفنا في اللقاء الماضي أمام رجل عظيم هو النبي يوسف عليه السلام، تعرض لفتنة وامتحان واختبار، هو اختبار من الله عز وجل، يريد أن يختبر قوة إيمان وصبر وإخلاص هذا النبي الكريم، لأننا كبشر سنخضع لاختبارات كثيرة حتى نموت، فإذا نجحت في هذه الاختبارات ستكون بالفعل من الفائزين في الآخرة، وإلا إذا انزلقت باتجاه الفاحشة واتجاه الشهوات سيكون مصيرك نار جهنم والعياذ بالله. هنا عندما راودته عن نفسه وجاء سيدها أو زوجها، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. اتهمته بأنه هو الذي حاول الاعتداء عليها. سيدنا يوسف قال: هي راودتني عن نفسي، الرجل ليس لديه أي ذنب، هي دعته وغلقت الأبواب وحاولت أن تستدرجه لارتكاب الفعل المحرم، فرفض وهرب منها، فمزقت قميصه من الخلف نتيجة هروبه منها، واتهمته أنه هو الذي أراد أن يعتدي عليها. هنا أيها الأحبة، ماذا قال سيدنا يوسف؟ على الفور قال: هي راودتني عن نفسي. انظروا إلى هذه الكلمة، راودتني، لم يقل هي حاولت الاغتصاب أو الزنا أو الفاحشة، كلمة يعني عظيمة جدا، هي راودتني عن نفسي، لا توحي بأي إثارة جنسية أو أي شيء يخدش الحياء. هكذا القرآن أيها الأحبة، كل كلمات القرآن عندما نتأملها نجد كلمات رقيقة معبرة يفهمها الإنسان من دون أن يعطيك الكلمة المباشرة التي قد يكون فيها أذى. هذه السورة ستتلى أمام بنات صغيرات، أمام نساء، فالقرآن يراعي هذه الناحية، على عكس الكتب ما تسمى بالكتب المقدسة المحرفة، تجد فيها ألفاظ خادشة للحياء تدل على مصدرها البشري أنها محرفة. أما القرآن لا تجد لا آية ولا كلمة ولا عبارة فيها أي شيء يخدش الحياء. عندما قال هي راودتني عن نفسي، هنا حدثت مشادة في الكلام، وحدث لغط يعني، وأخذ ورد، فجاء أحد الحكماء من أهلها هي، لأن القضية هنا يعني تدخلت فيها جهات أخرى، لأنهم أمام مشكلة، هي تتهمه أنه حاول أن يعتدي عليها وهو يقول هي راودتني عن نفسي. فجاء أحد الحكماء من أهلها الذي لم يرى الحادثة ولكنه شهد شهادة منطقية، يعني هناك أمور، وهذا الأمر يستخدم اليوم في القضاء أيها الأحبة، في القضاء القاضي لم يرى شيئا ولكنه يستخدم أشياء منطقية لمعرفة حقيقة الجريمة. ماذا قال هذا الشاهد وشهد شاهد من أهلها؟ قال: إن كان قميصه قد من دبر، من الخلف يعني، فهذا دليل، عفوا، إن كان قميصه قد من قبل، هو أراد هذا الشاهد أن يبرئها يعني لاحظوا أسلوب مع أنه منطقي جدا، يتحدث بلغة المنطق، ولكن هو كان يميل باتجاه أنها هي الصادقة. فبدأ بمن؟ بدأ بإعطائهم فكرة أن هذه المرأة يمكن أن تكون صادقة أكثر منه. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. بالفعل، لأن الرجل عندما يهجم على المرأة تحاول أن تبعده وتتخلص منه، فتمزق قميصه من الأمام، يعني
لا يعني من غير المنطقي أن تمزقه من الخلف، لأنه هو الذي يهجم عليها، هو الذي يريد أن يعتدي عليها أو يزني بها أو يرتكب معها الفاحشة. وإن كان قميصه قد من دبر، إذن في البداية هو أراد أن يبرئها لأنه شهد شاهد من أهلها، يعني حكم أولا، يعني أعطاها هي المصداقية، بدأ بها. وهذا أسلوب قرآني عظيم أيها الأحبة، يدلك على دقة الحدث، أنه ينقل الحدث بدقة كما جرى، لأن هذا الإنسان الذي هو من أهلها من غير المنطقي أنه يبدأ بتبرئته أولا، هو لا يهمه أمره، هو يتمنى أن تكون هي الصادقة وهو الكاذب، وهو لم يرى طبعا هذا القميص. فقال: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. لأن القميص عندما تمزقه من الخلف هذا دليل على أنه كان يحاول الهروب منها، فتحاول أن تمسك به من الخلف وليس من الأمام، رأيتم أيها الأحبة؟ وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هنا جاء السيد العزيز ورأى، فلما رأى قميصه قد من دبر، وبالفعل لأنه حاول أن يهرب منها، قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن هذه الآية أيها الأحبة، نتوقف قليلا، ليست قانون قرآني، يعني ليست أن الله يقول إن كيد النساء عظيم هكذا كحقيقة مطلقة، لا. هذا الرجل زوج المرأة التي حاولت ارتكاب الفاحشة مع سيدنا يوسف عليه السلام، كادت له مكائد، هيأت له المكان وغلقت الأبواب وحاولت أن تعتدي عليه، وحتى بالقوة مزقت قميصه، وبعد ذلك اتهمته أنه هو الذي حاول أن يعتدي عليها. فهذا نوع عظيم، كيد عظيم، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. فكيد النساء عظيم، ليس كل النساء أيها الأحبة، صنف من النساء لديه كيد عظيم، ولكن هناك نساء صابرات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، صائمات، يعني مواصفات عالية جدا. فلا ينبغي أن نظلم المرأة ونقول إن كيدهن عظيم وانتهى الأمر، لا، إن كيدكن عظيم. هذه الآية تنطبق على كل امرأة تحاول أن تمكر وتخون زوجها وتمكر بالآخرين، هذه بالفعل لديها كيد عظيم. الآن سيدنا يوسف ظهرت براءته، طبعا هو لم يتكلم، من الذي أظهر براءته؟ هو الله عز وجل، هو الذي سخر هذا الشاهد ليقنعهم بأنه بريء، مع أن الشاهد شهادته كانت تميل باتجاهها، لأنه بدأ بصدقها هي، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، هو بدأ بذلك، ثم تلا ذلك، قال: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. إذن هذا الشاهد كان نوعا ما يعني ينحاز باتجاهها، ولكن لم يستطع أن يبرئها، فبرأه الله عز وجل، برأ سيدنا يوسف، لأنه كان من المحسنين وكان من المخلصين. يوسف أعرض عن هذا، هنا السيد قال ليوسف: أعرض عن هذا، دعونا نغلق هذا الملف، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إذن هنا أيها الأحبة، أنا أود أن أتوقف قليلا معكم. سيدنا يوسف مكنه الله في الأرض وآتاه العلم والحكمة وهيأ له كل أسباب العلم والحكمة والتمكين في الأرض، ولكن أخضعه لاختبار فنجح فيه مباشرة، عندما قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فهيأ له الله من يبرئه من هذه التهمة، وهذا السيد كان معه، قال: أغلق هذا الملف، انتهى الأمر، يوسف أعرض عن هذا،
يعني انتهى الأمر، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هنا ظهرت براءة سيدنا يوسف، ولكن للأسف لم ينتهي الأمر عند هذا الحد. هناك أحداث أيضا أحدثت ضغطا مضاعفا على سيدنا يوسف، وهو بلاء من الله، ولكنه سينجح من جديد. كل الاختبارات التي خاضها نجح فيها. هذا إن شاء الله سيكون موضوع اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.